على هامش فعاليات منتدى شباب العالم. بيسعدنا أن ينضم إلينا دكتور جورج إيلومبي، وهو النائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. سعداء لوجودكم معنا اليوم. لقد اشتركت في جلسة حول دور المؤسسات الدولية في فترة التعافي فيما بعد الجائحة. هل يمكن أن تحدثنا عن النقاط الأساسية التي تناولتها في هذه الجلسة؟ كل الجلسات كانت حول التعاون الدولي فيما يتعلق بالتطعيمات، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ كان هناك إجماع فيما يبدو أن كان هناك نوع من نقص التعاون. كان هناك من هم قادرون على الحصول على التطعيمات، وكان هناك من هم لا يستطيعون الحصول على التطعيمات لأنهم ليسوا مصنعون لها. وبالتالي السؤال هو ما هو التالي؟ نحن نعتقد أن هناك دروس بالنسبة لنا، ونحن كمؤسسة إفريقية ونحن نعتقد أن النقاط الأساسية بالنسبة لنا هي الرقم واحد، أننا يجب أن يكون لنا صوت في الساحة الدولية أولا، ويجب أن ننظم أنفسنا على المستوى المحلي والإقليمي وشبه الإقليمي. كقارة إفريقية يجب أن ننظم أنفسنا ونتحدث بصوت واحد، يجب أن يكون لنا يد واحدة. لا يمكن أن نقول أننا لقد حصلنا على التطعيمات لأننا تعاملنا ككيان واحد. يجب أن تشمل ذلك البنك الأفريقي والأمم المتحدة. وكان دكتور كابروكي وهو الرئيس السابق لبنك التنمية الإفريقي، وهذا أدى إلى استجابة أفريقية تتميز بالتنسيق. ما هي التوصيات الخاصة بهذه الجلسة؟ من الواضح أنه يجب أن يكون الكثير التوجه نحو التعاون. وبالنسبة للأفارقة فإن الأمر يتعلق بالقدرة التي نملكها حول إنتاج التطعيمات، ليس فقط بالنسبة للكوفيد. نحن أيضا نتعامل مع العديد من التطعيمات مثل تطعيم الحصبة وتطعيم التيتانوس وتطعيم فيروس سي وتطعيمات الحمى. هذه التطعيمات التي تنتج في الخارج ونحن نشتريها. إذا ما كان لدينا الأموال لشرائها فإننا يجب أن نوفر هذه الأموال لتصنيعها هنا في القارة. وكانت هذه هي النتائج التي وصلنا إليها في نهاية الجلسة. وما هي المناطق التي يتعامل معها البنك الإفريقي في مصر؟ العديد، هناك الكثير، الاتصالات، البنية الأساسية، تصدير الخدمات المصرية إلى بقية أنحاء القارة، والطاقة، قطاع الطاقة. البنك الإفريقي منخرط في الكثير من عمليات التصنيع. السؤال صعب، يجب أن تسألي في أي قطاع لا يعمل البنك مع مصر في عام 2022؟ ما هو الأمر الذي ستركزون عليه؟ نفس الاتجاه، نحن نزيد من الموارد. هل هناك رسالة تود أن تقولها لشباب العالم؟ ما هي الرسالة؟ تقدموا للأمام لمن هم يحتاجون المساعدة والمشاركة، لا تجلسون وتنتظرونهم. هناك أموال وهناك ومن يملكون الأموال والموارد لديهم صعوبات في تعريف المهارات، وأنتم يجب أن تستخدموا هذه المهارات وهذه الميزات. لذا يجب أن يتوجهوا لمن لديهم الموارد حتى تستطيع الحاجات أن تلبي الموارد أن تلبي الحاجات. شكرا دكتور، أشكرك على لقاء دعوتي للقاء. يعني مشاهدينا، كان معنا دكتور جورج إيلومبي وهو نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.